سمير. سعد سمير اكتر لاعب قطع كوره في المباراه كلها 19 مره، واكتر لاعب عمل بلوك يعني سواء منع تسديده او منع عرضيه، واكتر لاعب شتت الكوره 13 مره، ده سعد سمير. يبقى علي لطفي سعد سمير التالت وراهم على طول هو عمرو السوليه. عمرو السوليه برضو قدم مباراه كبيره جدا. بعد كده مروان محسن، دي يمكن الارقام الايجابيه للنادي الاهلي، سواء علي لطفي، سعد سمير، عمرو السوليه، مروان محسن. مروان محسن على فكره فاز بسبع التحامات ثنائيه قبل خروجه، دي افضل اربع لعيبه النهارده. مروان افضل يعني من افضل اللاعبين في النادي، من افضل اللاعبين النهارده افضل اربعه، علي لطفي، سعد، السوليه، مروان. ده بالارقام، بالارقام. نيجي بقى الارقام السلبيه شويه. رمضان صبحي، رمضان صبحي النهارده لعب 74 دقيقه، ما صنعش ولا فرصه، ما عملش ولا محاوله على المرمى، فدي ارقام طبعا بالنسبه للاعيب جناح. لا يعني رمضان محتاج يعني بصراحه لغز شويه الاداء في الفتره الاخيره بتاع رمضان، محتاج يتطور بشكل افضل من كده. وحسين الشحات برده لما نزل يعني لسه الاثنين محتاجين يتطوروا. احنا النهارده بصراحه افتقدنا جرالدو بكل صراحه، جرالدو وجوده في الدوري بالاداء اللي بيقدمه افتقدنا لعيب زي جرالدو، طبعا عشان هو كان مسجل مع فرقته اول اغسطس فما لعبش معانا. برده بالنسبه للارقام